مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا ومتابعينا، عدنا بعد هذا الفاصل وانتهاء اللقاء الأول، لقاء تحديد المركزين الأخير وقبل الأخير، وذهب المركز الأخير لفريق جامعة سيدني الأسترالي، بينما قبل الأخير ذهب لتوباتي البرازيلي بطل الأمريكيتين. ومشاهدين أكيد مستمرين معكم في تغطيتنا هنا على قنوات الكاس في ختام البطولة العالمية، أبطال كأس القارات للأندية السوبر جلوب. والأمانة نسمع الصالة مولعة من مشجعين الترجي، أكيد المشجعين والجمهور الرائع إذا ما خرجنا عنده لقطة، في مواجهة ضد شقيقه الأخوية، بطلين، بطل آسيا وبطل إفريقيا، مواجهة عربية بحت على المركزين الخامس والسادس. الأخوية في أول مشاركة ظهر بمستوى رائع، الترجي أيضا كان له فرصة أنه يصل إلى أبعد من هذا المستوى، ولكن نقول فرط فيها كابتن الصحبي، فرط الترجي، يعني فات الفوت، ولكن المراجعة مع المشاهدين. أكيد الاثنين يعني لما أشوف المسار لفريق الأخوية والترجي كان عندهم نفس المسار، يعني مقابلتين مقابلة أولى محترمة مع فريق أقوى منه اللي هو مثلا ترجي مع باريس سان جيرمان، والاخويا لعب مع فوكسي برلين بطل الدوره اللي فاتت. هم بالنهايه الان يعني اكيد هذوما يعني الاثنين فرق نتاع النهائي، والاثنين من بعد لما نشوفهم نلقاو الاخويا انهم بعد نزل في المستوى في المقابله اللي بعدها، ولكن ترجي صعد في المستوى، ولكن الارقام الارقام تفيد اكثر لفريق الأخوية. لما تشوف الدفاع فريق الأخوية اربع قابل 44 هدف بس، ولكن ترجي قابل 58 هدف، هذا رقم كبير. وكانت الحراسه للفريق الاخويه كانت احسن من مجاز، عكس ما يقدر عليه مجاز عنده نسبه 26%، ولكن يوسف بن علي يوسف بدر اللي هو حارس الاخويه عنده 48.5%، يعني رقم كبير. ويوسف المعلم عنده 18%، يعني تقييم الدفاع والحراسه عند الاخويه والوجه يعني واللياقه والعدد اللاعبين الممتازين هو الترجي، تكون مقابله جد حماسيه. لحظة هدوء مع جمهور الترجي، يعني في المباراة الأولى كان أنت اللاعب النجم، مالك شغل فينا الجار لو سمحت. النجم الساحلي طلعنا الأربعة الأولى احنا في أول يوم مع بي إس جي، يعني كان جمهور والله تارس مدرجين ما شاء الله، ولكن اليوم مدرج واحد. أغاني ممتعة كمان، أغاني ممتعة بصراحة. المواجهة صعبة، صعبة مو أنها صعبة على فريق ضد فريق، ولكن لأنهم قرب المستوى كلا الفريقين خلال ظهورهم في المباريات السابقة. هو ما شاء الله الفريقين في البطولة ديت أدوا بلاء حسن. أعتقد لو كان نظام البطولة زي العام السابق أو العام اللي هو نظام مجموعتين كان ممكن أي فريق يوصل للمربع، لكن هو النظام اللي هو النوك أوت اللي هو أن أنت تخرج تلعب ربع نهائي، فهم لعبوا قدام أصعب فريقين في الربع النهائي، ودي عشان كان حظهم ما كانش كويس، لكن أدوا أداء ما كناش ممكن متوقعينه. إحنا فريق الترجي أمتعنا في المباراتين اللي فاتوا، مستوى ثابت ما شاء الله، كلنا شاهدنا تعاملات رائعة. فريق الأخوية برضو أول مباراة أمتعنا جدا في المباراة، كان مستوى جيد جدا. النهاردة برضو لازم برضو في شغل المدربين لازم يكون موجود في الملعب النهاردة، هيبان برضو في المباراة، لأن مفاتيح اللعب في نادي الترجي. لو شفنا الأهداف هتلاقي إن أنيس المحمودي جايب 18 هدف، أسامة البغنامي جايب 11 هدف، وحمدي عيسى جايب 7 أهداف. دي توزيعة الأهداف الكبيرة في نادي الترجي، دول يعتبروا مفاتيح اللعب. لازم النهارده نادي الأخوية يعمل حسابه على مفاتيح اللعب دي. لو بصينا في الناحية التانية في نادي الأخوية هنلاقي إن برضو هم 4 لعيبة محور اللعب اللي إحنا اتكلمنا عليهم مع كابتن صاحبي ومعاك يا مشعل في المرة اللي فاتت، هم المحققين الأهداف ديت. أحمد الأحمر 11 هدف، عبد الله محمد الوينج رايت 8 أهداف، وجدي سنان 7 أهداف، إسلام حسن 7 أهداف، محمد إبراهيم 6 أهداف. نتمنى اليوم المدرب ثابت أو ثابت محفوظ أنه يعني نقدر نقول ما يتأخر في خاصة في الزج في اللاعبين، وأن تكون قراراته سريعة، خاصة أنه يمكن خطأ سيرجي في المباراة الأولى يمكن اعتبرناه كأنه تأخر في لفات الفوت، ما ينفع صوت تاخر في تبديل في اخر النهارده. مشعل انت مريح امبارح، يعني اخذ راحه، اخذ 48 ساعه، المفروض انت الفريقين عملوا استعداد شفاء خلاص، يعني 48 ساعه استشفاء طبيعي بالاكل والنوم خلاص. فانت النهارده مش محتاج تريح اي لعيب، يعني او عندك مباراه دي اخر مباراه، فانت النهارده لازم تلعب بقوه الضربه من اول دقيقه لاخر دقيقه اللي انت اللي تقدر تكسب بيها المباراه. شوط اول، شوط اول ان شاء الله اتمناه يكون سريع، يكون قوي، يعني نستمتع بيه، مباراه مستنيين احنا ان شاء الله. اعتقد ان هيكون فريق 2 للترجي. تشجع الترجي؟ اشجع الاخويا.
شكرا لك. اوكي فانا حسب ما اشوف لازم نكون نفس الفريق. لا مش مشكله انا حسب. تشجع لاخويا بعد؟ لا 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 تشجع اثنين لاخويا الفريقي ولعبت معاه اول سنه كنت معاه وترجي هو فريق تونسي. مارك توين يقول بالقلب نحب وبالعقل نكره وبالاثنين نصاب بالجنون. انت العقل انا مجنون مع الاخويا والقلب مع الترجي. خلاص صح. بس الشوط الاول اعتقد انه الاخويا راح ينزل في يمكن في الدفاع هو قوي يعرف انه الدفاع هو قوي حنزل في يعني في الريتم بتاع المباراه عشان يخلي سكور قريبه من بعضه وبعد يمشي الشوط الثاني لكن يعني متقاربين المستوى متقاربين المستوى ممكن حتى الاخويا يمكن يخلي سكور قريب بس هو الترجي فرق في حاجه واحده بس اللي كلم عليها الصاحب ان الترجي عنده دكه اقوى من دكه الاخويا تفرق في الشوط الثاني دكه الاخويا دكه الترجي دائما اخر 10 دقائق سواء الشوط الاول الثاني الشوط الاول هو قراءه المدربين للفريق المنافس وحتى اخر الشوط وبعد الشوط الثاني هي تفرق اللياقه ومن بعد يعني لاتو دينيس يعني صراحه مبين قراءاته كانت رائعه خلال المباراه بس يعني. الدفاع مش عاجبني كان احيانا التشكيل يخذلك في ارضيه لما تشوف انا قاعد اطالع ورا لان اشوف الاخويا والجمهور متفاعل مع الجمهور صح صح بس في كره الحديثه كما تعرف هي قوه دفاع وقوه حرس دينيس لاتو الدفاع نتاعه مش عاجبني لانه تشوف يوسف بن علي يحب يلعب في الموضوع نتاع اللي تعود عليه عند ريفيرا يحب يخرج يحب يعمل ضغط على المدافعين على المهاجمين ولكن دينيس تحسوا انه يحب المدافعين يكونوا في 6 7 متر نعم. بس نعم طبعا مشاهدينا لقاء بين شقيقين بطل لافريقيا وبطل لاسيا طبعا هنا لقاء العرب بطل اسيا ايضا على ارضه وبين جماهيره والترجي اكيد لا يبعد عنه نعتبر هنا ارضه وجماهيره ونسمع تشجيع جماهيره الرائعه علي اليزيدي لك التعليق على هذه المتعه يا صاحب الصوت العذب واكيد لقاء لشقيقين واخوين على منافسه المركزين الخامس والسادس شوط اول معك يا ابو محمد شكر لك زميلي مشعل شاكر ولضيوفك الكرام بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمستمعين في كل مكان تحية طيبة من محدثكم علي اليزيدي ويسعدني أن أكون معكم في هذا اللقاء الذي يجمع بطل آسيا نادي الأخوية وبطل أفريقيا نادي الترجي التونسي في لقاء تحديد المركز الخامس والسادس لقاء مهم بين بطل أفريقيا الترجي التونسي وبطل آسيا الأخوية الذي يبحث عن فوز معنوي يختتم به مشاركة العالمية الأولى بعد أن طبعا فقد حظوظه هو والترجي التونسي في المنافسة على المراكز الأولى خسارة تلقاها نادي الأخوية بكل تأكيد في مباراة الأولى أمام فوكس برلين بنتيجة 27-25 أيضا بنفس الحال الترجي التونسي ابتعد بعد خسارة من باريس سان جيرمان الفريق الفرنسي المعروف الذي أتى ببطاقة دعوة بنتيجة 38-31 وبالتالي التقى الفريقان في هذا اللقاء وهو طبعا لقاء مهم بالنسبة لكلا الفريقين سواء الأخوية أو الترجي لتحديد المركز الخامس مباراة من المتوقع بكل تأكيد لمتابعي كرة اليد أن تكون مثيرة وقوية نسبة إلى الفريقين في كل قارة الأخوية فريق حديث العهد صحيح ولا يقارن بإمكانيات الترجي وتاريخ الترجي التونسي ولكن طموح ممثلنا القطري نادي الأخوية في أولى مشاركاته النيل ومركز الخامس سيكون جيد بالنسبة له بكل تأكيد لو خطف الفوز في أول مشاركة له عالمي
يثير هذا اللقاء طاقم أرجنتيني. ولحظات ويبدأ اللقاء. هذا الطاقم الأرجنتيني يدير هذا اللقاء الثاني في برنامج اليوم الختامي. لقاء أول شاهدناه قبل هذا اللقاء كان بين نادي سيدني وتوبات. هنا لقطة لصالة الدحيل والجمهور الحاضر الجمهور التونسي. تشكيلة نادي الخوية اليوم: طالب أحمد رقم 5، بيتر أندروني رقم 7، محمد رمضان المصري رقم 8، إسلام حسن أيضا المحترف المصري في نادي الخوية رقم 9، نيفين ستاغانوفيتش رقم 11، يوسف العبدالله رقم 12، فراس الشايب 17، يوسف المعلم 18، سيرجي زيدك رقم 22، وجدي سنان 24، هاني تبان 27، حمد مددي 30، وأحمد مددي 31، أحمد الأحمر النجم المصري المعروف رقم 66، عبد الله حافظ 77، وخالد الهاشمي 86. يدرب فريق نادي الأخوية المدرب التونسي ثابت محفوظ. بينما تشكيلة نادي الترجي التونسي: مروان مقايز رقم 12، علي بحر رقم 13، حمدي عيسى رقم 14، بلال العبديلي رقم 15، وائل الطرابلسي 19، أسامة بوغانمي 21، 22 المحترف الجزائري والحارس عبد الملك سلحاج، 27 أيمن حماد، طارق جلوز رقم 29، مروان شويرف 31، يوسف بن علي لاعب منتخبنا الوطني رقم 41، وكمال علويني رقم 77، أنيس محمدي رقم 86، وأسامة جزيري رقم 92. هنا جانب من الجماهير الحاضرة في صالة الدحيل والجماهير التونسية المتذوقة لكرة اليد حاضرة منذ بداية البطولة حقيقة. إذن على بركة الله يبدأ اللقاء الثاني، ولتحديد المركز الخامس والسادس بين ممثلنا القطري الأخوية بطل آسيا وممثل أندية تونس وأفريقيا الترجي التونسي، صاحب الصولات والجولات وصاحب التاريخ الكبير لكرة اليد الأفريقية والتونسية بالتحديد. كرة أولى عند وجدي سنان والتسويبة والتصدي من الحارس مروان مقايز. انذار أول في اللقاء على اللاعب التونسي. هو 13 علي بحر، حاول لمصلحة نادي الأخوية على مركز الدائرة، استئناف للعب والتسويب، يغير راية. هنا أحمد الأحمر النجم المعروف وصاحب الخمس مشاركات في بطولة العالم السوبر جلوب للأندية، ثلاثة منها على التوالي مع نادي الزمالك، مرتين مع نادي الجيش، وهذه المرة يلعب مع نادي الأخوية القطري. قيمة كبيرة و إمكانيات عالية للنجم المصري أحمد الأحمر. محاولة وكانت مقطوعة، ربما هدف أول عن طريق نادي الأخوية بالفعل لوجدي سنان من فاست بريك. إذن يسجل وجدي سنان هدف أول لمصلحة نادي الأخوية من انفراد على مرمى الترجي التونسي للحارس مروان مقايز. هذا ثابت محفوظ مدرب تونسي مع نادي الأخوية لثاني موسم. قبل هذا اللقاء شاهدنا توبات البرازيلي تفوق على سيدني الأسترالي بنتيجة 35-23، بالتالي ضمن المركز السابع، وكالعادة سيدني الأسترالي في المركز الثامن والأخير. محاولة ثانية للأخوية والهدف الثاني أيضا عن طريق هذا الروسي القليل الأهداف سيرجي زيدك مع نادي الأخوية في هذه البطولة، مشاركة أولى لهذا اللاعب الروسي. انذار محاولة لمصلحة
الترجي التونسي عند دخول خاطئ. بالفعل دخول خاطئ على اللاعب التونسي في اللقطة الماضية. وجد سنان حكم يستأنف في اللعب. زيدي إيقاف للوقت ودقيقتين جابه بعد ما عطى إتاحة الفرصة وشاف أن الكرة ما راحت الهدف أو لفرصة محققة. أوقف اللعب وعاد للعقوبة للاعب رقم 86 أنيس محمد. أنيس محمد إذن عطى على 86 على الاعتراض احتجاج كان من اللاعب أنيس المحمدي لاعب الترجي التونسي. تالي يخرج من الملعب لإيقاف أول. هنا تصدي لمروان مقايز لكرة فراس الشايب السهلة كانت على المرمى التونسي مقطوعة. وأداء مرتبك للترجي التونسي والهدف الثالث عن طريق الأخوية للاعب وجد سنان. برافو وجد سنان. هدف ثاني. هنا لقطة فراس الشايب والتصدي الجميل من مروان مقايز بهذا الشكل الممتاز بطريقة النجم. إذن تطور من مباراة إلى أخرى لنادي الأخوية القطري في أول ظهور له في بطولات العالم للأندية السوبر جلوب في نسختها السابعة. حاول لمصلحة الترجي والبحث عن أول أهدافه في اللقاء أسامة البغانمي. اعتدنا أن نشاهده في مركز الجناح. وحاول للعلويني رمية حرة وخطأ وأنذار. هذا 14 حمدي عيسى سبق وأن لعب مع الوكر القطري. حمدي عيسى كلاعب محترف في الدوري القطري. محاولة البغنمي إلى اللاعب علويني أو هذا 15 بالفعل بلال العلويني أو بلال عبديل العبديل هذا اللي عند الكرة الآن. رمية 7 أمتار أولى في اللقاء لمصلحة الترجي. وفي التنفيذ أسامة البغنمي ويوسف المعلم. إذن أسامة البغانمي ينجح من تسجيل أول أهداف الترجي التونسي عن طريق رمية 7 أمتار أولى في اللقاء لمصلحة نادي الترجي يسجلها عن طريق أسامة بوغان. هدف لمصلحة نادي الأخوية عن طريق هذا اللاعب الروسي سيرجي زيدك. وهدفين لهذا اللاعب. محاولة لمصلحة الترجي. كرة لنادي الترجي والخطأ والرمية الحرة. هذا التدخل من وجد سنان اللقطة الماضية. أسامة البغانمي والمحاولة الأولى. برافو برافو من يوسف المعلم. تصدي في الوقت المناسب من يوسف المعلم. عبد الله حافظ وفراس الشايب والهدف الأول لفراس الشايب. برافو فراس. 5-1 لمصلحة الأخوية. إذن الأخوية الأفضل إلى الآن في هذا الشوط في الدقيقة 7 من زمن الشوط الأول. هذه كرة فراس الشايب وهدف أول من مركز الدائرة لمروان مقايز. ما زال نادي الترجي التونسي يبحث عن الهدف الثاني. محاولات العلوين يحاول عن طريق هذا اللاعب والخطأ على الترجي التونسي. طاقم أرجنتيني يدير هذا اللقاء من الأطقم المتواجدة في بطولة العالم للأندية. وهنا اللاعب الروسي سيرجي زيدك. هدفين لهذا اللاعب
وهدفين لولد سنان، وهدف كان عن طريق فراس الشايب من مركز الدائرة. دفاع 6-0 من الترجي التونسي، والجمهور التونسي حاضر في صالة الدحيل. حاول لأحمد الأحمر، وسهلة يا أحمد، كرة سهلة على مروان مقايز، تعود الكرة أسامة البغانمي، وبرافو يوسف المعلم، حلوة من يوسف المعلم، تصدي ممتاز بطريقة النجمة من يوسف المعلم، والتصدي إذن الأخوية الأفضل إلى الآن، وأداء غريب من الترجي، كرات عديدة أضاعها الترجي التونسي مباشرة أمام المرمى. هدف ثالث لهذا اللاعب سيرجي زيدك، إذن 3 أهداف لهذا اللاعب. كرة قوية باغتت مروان مقايز، هذه كرة أسامة البغانمي، والتصدي الممتاز من يوسف المعلم. شاهد يوسف المعلم، تعود الكرة لمصلحة الترجي، يبدو بأن الوقت المستقطع قادم بكل تأكيد للترجي التونسي في هذه الدقائق الأولى. كرة لأسامة البغانمي على الجهة اليسرى، دفاع 6-0 متماسك إلى الآن، والكرة في حائط الصد وتطلع جانبية لمصلحة الترجي التونسي. قلت بأن الوقت المستقطع قادم، وبالفعل أول وقت مستقطع في اللقاء لمصلحة الترجي التونسي في الدقيقة 9 بطلب من المدرب اللي واضح على الشاشة. Quand on marque pas les buts, on prend les contres. Alors là, il faut revenir plus vite. Ok, première chose. Deuxième chose, il ne faut pas les laisser approcher. Le numéro 3 et le numéro 2, là, il faut sortir sur le tireur. Deux fois, il met les pieds à 7 mètres pour sortir. D'accord ? Il faut sortir. Ok, on prend le temps, on replace. Si jamais on fait croiser. Là, quand le mec il monte, quand tu veux faire la passe, plonge derrière lui et toi bien croisé. Joue le duel à fond. ينتهي الوقت المستقطع الأول لمصلحة الترجي التونسي في الدقيقة 9، وهو وقت مستقطع مبكر بالنسبة للترجي التونسي، ولكن النتيجة واضحة 6-1، وتطلبت طلب وقت مستقطع، والأداء إلى الآن متماسك بالنسبة للأخوية، ممثل وبطل آسيا وممثل أنديتنا القطرية. محاولة وبرافو، دفاع قوي ممتاز من عبد الله حافظ، ولكن الصافرة حاضرة لمصلحة الترجي عند بلال. هذا اللاعب 15 بلال، عود الكرة والتصويب والحوضية جميلة كانت من هذا اللاعب 86 أنيس المحمودي. أنيس المحمودي سجل أول أهدافه والهدف الثاني. كرة ترجع لمصلحة نادي الأخوية، عبد الله حافظ، فراس الشايب، تقطعات إلى الآن لم نشاهد أحمد الأحمر كما اعتدنا أن نشاهد هذا اللاعب المصري مع أي نادي يلعب معه، سواء الأندية المصرية أو الأندية القطرية متمثلة بنادي الجيش، عندما لعب معه 3 مواسم على التوالي وحقق العديد مع نادي الجيش. برافو 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 وجدي سنان، أداء ولا أروع، والهدف الثالث الشخصي لوجدي سنان، والسابع لمصلحة نادي الأخوية. كرة واختراق وهدف، ويبدو بأن هناك إيقاف لظال العمري، ينجح من تسجيل هدف بمجهود فردي، واختراق كان لنضال العمري اللي واضح على الشاشة.
إيقاف دقيقتين على فراس الشايب. تدخل كان من فراس الشايب اللي واضح على الشاشة. إذن الإيقاف الأول لنادي الأخوية عن طريق اللاعب فراس الشايب. الترجي كان عنده إيقاف للاعب أنيس المحمودي رقم 86. كرة تعود والتقليص من الترجي. 7-3، 11 دقيقة لعب. مباراة جميلة إلى الآن بين بطل أفريقيا الترجي وبطل آسيا الأخوية. محاولة والمنافسة على المركز الخامس في هذه البطولة العالمية التي يتنافس عليها 8 أندية أبطال القارات. استطاع باريس سان جيرمان ببطاقة دعوة الفرنسي أن يصل للمباراة الختامية ويقابل حامل اللقب فوكس برلين الألماني للسنة الثانية على التوالي. حامل لقب هذه البطولة فوكس برلين الألماني يقابل باريس سان جيرمان في لقاء ناري حماسي سيكون في تمام الساعة 7:00. يتطلع للبرونزية على حساب كيلسي البولندي. هدف كان لمصلحة الترجي عن طريق اللاعب رقم 15 بلال اللي واضح على الشاشة. لاعب شاب. إذن سنشاهد اليوم نهائي أوروبي كبير بين باريس سان جيرمان وفوكس برلين الألماني. الفريق الألماني الذي يسعى لتحقيق ثنائية، والفرنسي يتطلع لأول ألقابه في هذه البطولة العالمية. كل الاحتمالات واردة في نهائي ممتع بكل تأكيد ستشاهدون اليوم في ختام البطولة عبر قنوات الكأس الرياضي. وجد سنان. هنا نزول لأحمد مددي ووجد سنان. تسويفة قوية ولكن خارج المرمى. والترجي يقلص الفارق مع هذا الهدف عن طريق اللاعب حمدي عيسى. أول أهداف حمدي عيسى. هنا كرة من مروان مقايز والهدف الجميل لحمدي عيسى من فاست بريك. عيسى أسامة البغامي. ترجع كرة للأخوية بعد ما كان التقدم والتفوق في فارق مريح. يعود الترجي مع الدقيقة 14 ويتقلص الفارق إلى هدفين. أحمد الأحمر بطريقة المروحة. خطأ بالمشي بالكرة على أحمد الأحمر، ولكن أعتقد بأن كان فيها خطأ لمصلحة أحمد الأحمر. هدف التقليص عن طريق أنيس المحمودي. لوب جميل من أنيس المحمودي يخادع فيه يوسف المعلم. هذا الشكل الجميل من أنيس المحمودي. جانب من الجماهير الحاضرة للترجي التونسي والوقت المستقطع الأول لثابت محفوظ مدرب الأخوية عن قطري في الدقيقة 14 من الشوط الأول. Yeah.
ينتهي الوقت المستقطع الأول إذن لنادي الأخوية في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول، والتقدم ما زال ولكن بفارق هدف بعد ما كان الفارق 4 أهداف ووصل لخمسة للأخوية. كرة سهلة من زيدي سيرجي زيدي المحترف الروسي، مقطوعة ولكن جانبية تطول على فراس الشايب، أو هذا إسلام حسن اللي ينزل في هذه الدقائق. إسلام حسن إذن، بيتراندروني، تغييرات على مستوى الدفاع والهجوم بالنسبة للأخوية في هذه الدقائق. ندخل في منتصف الشوط الأول، كرة لمصلحة الترجي، العمري تصويبة سهلة وبنفس الشكل نضال العمري يسجل ثاني أهدافه. نضال العمري، تعود الكرة لمصلحة الأخوية وإسلام حسن. محاولة للأخوية، إسلام حسن، تمرير أحمد الأحمر، زيتك، كرة أولى لأحمد مددي، وبرافو أحمد مددي، هدف جميل لأحمد مددي من الجناح. أول أهداف أحمد مددي وبرافو، تسلسل والإنهاء بهذا الشكل بالزاوية الأولى التي يسأل عنها مروان مقايز. أحمد مددي، وثمانية للأخوية، 7 للترجي. ما زال الأخوية الأفضل في الانسجام والتجانس والأداء، وهنا التعادل لمصلحة الترجي في الدقيقة 16 عن طريق هذا اللاعب الشاب، لاعب ممتاز هذا اللاعب بلال العبديلي، هدفين لهذا اللاعب الشاب. ويوسف بن علي ينزل في الدفاع بمركز 2 على أحمد الأحمر، يجب أن تضع على أحمد الأحمر أفضل مدافعينك، بالتالي يوسف المعلم من المدافعين الأقوياء في هذا المركز. إسلام حسن، محاولة رمية حرة لإسلام حسن، تنفذ فراس الشايب. 6-0 دفاع نادي الترجي، وكرة سهلة يا زيد، كرة سهلة. هل يتقدم الترجي مع هذه الكرة؟ أحمد الأحمر يخطف له كرة جميلة، زيدك سيرجي، والتصدي أيضا، طلعة يا ثابت يا محفوظ، طلعة يا ثابت يا محفوظ. أكثر من كرة أضعها سيرجي زيدك، والعقاب يأتي من نضال العمري، هدف عن طريق نضال العمري، يدا حلوة نضال العمري بهذه الكرات الحوضية. من الكرة السهلة أضعها هذا المحترف الروسي، تصدي كان جميل من نضال أو من مروان مقايز. بالفعل يخرج الروسي سيرجي زيدك، وينزل بدلا منه أحمد الأحمر. يا سلام يا سلام، جميلة الكرة الماضية، ولكن الأجمل من مروان مقايز وهذا الهدف عن طريق اللاعب التونسي، والتقدم إذن 13. علي بحر سجل هدف التقدم، هذه محاولة أحمد الأحمر والتصدي بشكل رائع وذكي من مروان مقايز، عمل كل شيء أحمد الأحمر، وضعها بشكل سهل من مهمة مروان مقايز بهذا التصدي. عبد الله حافظ، تكتيك معين يجري لأخويا بنزول دائرتين، عبد الله حافظ وفراس الشايب، أحمد الأحمر بعيد عن مستواه، أحمد الأحمر كرة أحمد الأحمر، 164 هدف قبل هذه البطولة، أحرزها في 23 لقاء في تاريخ هذه البطولة كلاعب مصري يلعب ويشارك في
في 5 نسخ في هذه البطولة. تاريخ كبير لأحمد الأحمر، 3 بطولات على التوالي مع الزمالك، وهدف آخر عن طريق هذا اللاعب الأنشط والأبرز بلال العبدين لاعب الترجي التونسي. إذن بداية كانت ممتازة للأخوية في 10 دقائق الأولى أو 13 دقيقة في انسجام وتجانس كان من لاعبين نادي الأخوية. وبعد الدقيقة 15 عاد الترجي التونسي وتعادل بل ويتقدم الآن بفارق 3 أهداف في الدقيقة 20. وجد اسمه إسلام حسن، عبد الله حافظ إلى أحمد الأحمر، ولا هدف لأحمد الأحمر إلى الآن. كرة جميلة بالثبات من إسلام حسن يباغت فيها مروان مقايز. إسلام حسن إذن سجل أول أهدافه. خطأ على نضال العمري، دخول خاطئ، دخول خاطئ في النقطة الماضية. ذكاء كان من إسلام حسن في النقطة الماضية. إيقاف للوقت وتدخل من 3 لاعبين على أحمد الأحمر. هل توجد عقوبة؟ بالفعل هي عقوبة الإيقاف لمدة 2 دقيقة على يوسف بن علي. يوسف بن علي إذن يخرج للإيقاف لمدة 2 دقيقة من الحكم الأرجنتيني. التونسي حسم مثل هذه اللقاءات سيكون في صالح الترجي التونسي نظرا لمشاركاته العديدة على مستوى الصعيد الأفريقي أو المحلي. نزول لأنيس المحمودي كمنسق وصانع العاب. الترجي منقوص من لاعب، 5 لاعبين أمام 6 مدافعين وحذاري من لاعب الدائرة سريعة. وجد سنان، عبد الله حافظ، ويا عبد الله يا حافظ سهلة وأربع مشي بالكرة تعود لنضال العمري للترجي يحاول أن يلعب الهجوم المرتد السريع رغم النقص العددي في صفوفه بعد خروج يوسف بن علي للإيقاف لمدة 2 دقيقة. نزلت النتيجة 11-9 لمصلحة الترجي في 22 من الشوط الأول في لقاء تحديد المركز 5 و6. وهدف جميل ممتازة من هذا اللاعب، ممتاز اللقطة الماضية. شوفها شوفها حلوة 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 من هذا اللاعب، يا سلام عليه. من أجمل اللقطات التي نشاهدها في كرة اليد لتسجيل الأهداف بهذا الشكل. كرة ممتازة كانت من علي بحر تعود لمصلحة الأخوية والترجي يكتمل الصفوف. إذن رغم النقص العددي في صفوف الترجي لأنه قادر أن يسجل، والتدخل على فراس الشايب من داخل المنطقة، رمية 7 أمتار أولى لمصلحة الأخوية. مروان مقايز وأحمد الأحمر والبحث عن أول أهداف أحمد الأحمر، وبالفعل يسجل من خلال رمية 7 أمتار ناجحة للأخوية عن طريق أحمد الأحمر. توج بهداف بطولة العالم للأندية عام 2011 كما سجل 37 هدف في 4 مباريات فقط. كرة لمصلحة الترجي التونسي، نضال العمري المحمدي سهلة وفرصة لتسجيل هدف يا حمد يا مددي. كرة جميلة من حمد مددي ويسجل أول أهدافه
لنادي الأخوية. برافو حمد مددي لاعب منتخبنا الوطني، يضع خبرته في هذه الكرة المابية، والتصدي من يوسف المعلم. برافو وجد سنان، فرصة لتسجيل التعادل، بالفعل تعادل في الدقيقة 24 عن طريق وجدي سنان، وأربع أهداف لوجدي سنان. برافو وجدي، الكرة اللي سجلها من انفراد وعدم مقابلة وجدي سنان، سهلت من مهمة وجدي لتسجيل الهدف الرابع والتعادل 12-12. آخر خمس دقائق على نهاية الشوط الأول، ندخل في الدقيقة 25 ونضال العمري إلى بلال العبديلي. نضال، التمرير، الخطأ والرمية الحرة والإذار، يطالب بلال برمية 7 أمتار لكن ليس بهذا الشكل يا بلال. العمري إلى المحمودي، مرة أخرى والتصدي، رمية 7 أمتار وإيقاف. شوفه في الإعادة، لا 7 أمتار أيدك الرأي، لكن دقيقتين ما فيها دقيقتين يا عزيزي الحكيم. بانت في الإعادة رمية 7 أمتار صحيحة ولا غبار عليها، ولكن عقوبة الإيقاف لمدة دقيقتين كانت قاسية على فراس الشايب الذي يخرج للمرة الثانية للإيقاف لمدة دقيقتين. البوغانمي المتخصص في رميات السبع أمتار وينجح للثاني مرة، أسامة البوغانمي، والهدف الثاني لأسامة البوغانمي من خلال رميات السبع أمتار. لاحظ هذا الجمهور العاشق لكرة اليد، جمهور الترجي التونسي، جمهور دواق حاضر بكل المناسبات، يعشق كرة اليد الجمهور التونسي. محاولة لعبد الله حافظ، وسهلة لعبد الله حافظ، تصدي من الحارس مروان مقايز، ترجع الكرة للترجي، والتقدم للترجي بفارق هدف، مقطوعة بشكل ممتاز من دفاعات الأخوية. أحمد الأحمر، يلا يا أحمد، وهدف، هدف من انفراد إذن لثاني مرة لأحمد الأحمر، سجل من انفراد على المرمى التونسي لنادي الترجي. هذه كرة عبد الله حافظ اللي صوبها بشكل سهل على مروان مقايز. 13-13، شوط جميل حقيقة. 26 هدف 26 دقيقة، وفراس أو حمد مددي. برافو حمد مددي، ممتاز حمد مددي، هدفين. إذن يعود الأخوية ويتقدم عن طريق حمد مددي بهذا الشكل، ثقة وهدف جميل من حمد مددي، وتغيير في حراسة المرمى بخروج يوسف المعلم ونزول يوسف العبدالله حارس مرمى نادي الغرافة المعار في هذه البطولة. هدف جميل للاعب رقم 43 شفيق. والتعادل يعود 14-14. تكافؤ في هذه الدقائق بعد ما كانت الأفضلية لنادي الأخوية، يعود الترجي في منتصف الشوط الأول، وأحمد الأحمر بعيد عن مستواه إلى الآن. زلت أقول بأن أحمد الأحمر بعيد عن مستواه في هذه البطولة إلى الآن. نحن في المباراة الثالثة والأخيرة لنادي الأخوية، وهدف يأتي من انفراد بن حمدي عيسى، والتقدم بفارق هدفين للترجي التونسي، وصل الفارق 3 أهداف
رمية حرة لمصلحة نادي الأخوية القطري. ممثل أنديتنا القطرية كل التوفيق للزعيم السداوي والمنافسة على المركز الثالث على حساب كيلس البولندي، أحد الأندية الكبيرة والقوية في البطولات الأوروبية. كيلس البولندي إيقاف إصابة لإسلام حسن، فيها دقيقتين، هذا فيها دقيقتين واضحة كل تأكيد، ويطالب إسلام حسن لكن الحكم لا يحتسب أو لا يأخذ أي قرار. بالفعل إيقاف دقيقتين، هل عاد للشاشة التي تكون مع مراقب اللقاء بتقنية جديدة يطبقها الاتحاد الدولي في بطولة العالم للأندية في الدوحة، الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في حالة القرارات اللي فيها شك. شاهدنا خروج ميكائيل هانسن بالبطاقة الحمراء وتابعتها البطاقة الزرقاء في لقاء باريس سان جيرمان والأخوية اللقاء السابق. محاولة نضال العمري، التعادل 15-15. برافو يوسف العبدالله، تصدي لكرة نضال العمري، ثواني أخيرة والكرة لمصلحة نادي الأخوية والترجي منقوص. الحلول إذن ربما تكون من الأطراف أو من مركز الدائرة، سنشاهد ماذا سيفعل الأخوية. إسلام حسن يشير لحمد مددي، كرة لوجدي أحمد الأحمر، كرة عن طريق الجناح، بالفعل عن طريق حمد مددي، إذن ينجح حمد مددي بكل براعة يسجل الهدف الثالث من هذا المركز، والتفوق إذن يعود بفارق هدف لمصلحة الأخوية في نهاية الشوط الأول بنتيجة 16-15. الشوط مثير حماسي جميل حقيقة، متكافئ بين الفريقين مع أفضلية قليلة للأخوية في هذا الشوط الأول. أترككم مع التحليل للشوط الأول، بعدها أعود لتكملة الشوط الثاني. تفضل مشعل، لك الصوت والصوت. شكرا أبو محمد علي اليزيدي، يعطيك ألف عافية. شوط أول صعب نفس ما توقعناه للأمانة، يعني مشاهدينا 16-15 ينتهي للأخوية صالح الترجي، أخوين وشقيقين نفس ما توقعنا أن الشوط راح يكون حامل وطيس على قولتهم. ما بيسأل سؤال فنتك، 6-1 أنت فايز يا الأخوية، يثبتك دينيس لتوي ويثبت النتيجة ويصل إلى 7-7 ثم يفرق إلى 11-8. سيناريو جدا في علامات استفهام وعلامات تعجب للأمانة. لك الصحة. لي أنا على كل خاشة حق الدسم. أوكي، يعني كما قلت لك الشوط الأول قبل بداية الشوط الأول قلت لك حيكون مباراة الشوط الأول صعب، يكون قراءة تكتيكية للمدربين، وهذا حصل يعني الأخوية هم متقدمين، وفضل هذا يعود للدفاع اللي متركزين عليه. يعني الترجي ما قاوش حلول، ياسين انيس محمودي ما قا ولا حل اليوم، المدرب خرج في دقيقه 22 لانه ما قاش حلول معاه. العبدلي هو اللي اخذ المسؤوليه بتاع الفريق وهو ولا يعمل جوال على الثابت. ولكن نرجع نقطه اللي سالتني عليها، لما المدرب اخذ 6-1 اكيد لما المدرب ياخذ تايم اوت عنده تغييرات تكتيكيه. هل المدرب مقابله توقعهم واستبقهم؟ ما عرفش، ولكن انه 6-1 طلع سكور 7-7 وبعد راح حتى 10-7. السؤال اللي نطرحه، المدرب ليش مصر على التشريك الروسي والباك ليفت اللي هو حتى فاست بريك يعني طلع بدائيه، يعني كره بدائيه يعني روسي بتشارك لمتى؟ اوكي روسي اتوقع ما عادش يلعب لانه تنزل اسلام وما شاء الله عليه يعني ساعد في الفريق، وما وليش نسى وجدي على غير الفريق وجدي السنين يعني يروح الفريق واسلام هم روح الفريق، هم ماشيين كوره، هم يروحوا في شوف الحلول مع الدائره وهم صاعين اللعب. ان شاء الله الشوط الثاني يكملوا نفس النسق. وحاجه ثانيه نقولوا، يوسف بدر هو احصائيين عنده 48% في المباريات اللي فاتوا، يعني احصائيين عنده تصديات ما شاء الله عليه، بدا بروح بس الفريق. امام منه كان
ما كانش على في المرمى اخف الاضراء اللي هما معناها كملوا الشوط فايزين ونزل يوسف بدر. والحاجه الكويسه يوسف المعلم حتى لو ما يكونش تصديات هو روح الفريق من وراء انه يدعم المدافعين. لعبت معاه ولو لعب ورايا يدعم الفريق ويخليك تلعب حيويه. صاحبي الحين ما جاوبتني خالد ابو حسن في خلل في شيء يلفت النظر. يعني ما اقول لك انا خسران في هدف بهدف هدف بهدف، انا في فارق كبير كنت انهي المباراه وانهي امال فريق امامي فريق كبير، يعني اقدر انا حاطه نفسيا واستمر على هذه النتيجه. شنو السر ان انا يا مدرب او كلاعب ما حافظت يا الاخويه على هذا الفارق الرائع الجميل؟ يعني كل فريق يتمناه بحجم الاخويه وبحجم الترجي بحجم الانديه هذه الكبيره. نتكلم في الشوط خطوه خطوه، بداية موفقه للاخويه، دفاع منظم للاخويه، كان اختيار للمدافعين مظبوط، اختيار للمدافعين مظبوط في اول المباراه. اول مره الاخويه يجري فاست بريك من بدايه المباراه. يوسف المعلم كان موفق اول سبع دقائق في المباراه، قدر يساعد الاخويه يوصل لستة واحد. حصل ايه بعد كده؟ خدنا تايم اوت، نادي الترجي اخذ تايم اوت، كان موفق وصل النتيجه 7-7. يعني معنى كده ان المدرب قدر يصحح اخطائه يوصل بيها لغايه 7-7. ايه اللي خلى فرقه الاخويه يحصل فيها الدروب دوت؟ هو نزول سيرجي اللي انت كلمت عليه دلوقتي وخروج وجدي. وجدي كان هو المحور الاداء في الهجوم للاخويه من بدايه المباراه. وجدي خروج وجدي حصل لعقم تهديفي في الاخويه اسرع الهجوم فريق الاخويه في الفتره دي. احسن تشكيل للاخويه اتكلمنا عليه قبل كده، وجود الاحمر ووجدي واسلام حسن في الملعب. اما نزل ملعب التشكيل دوت في الخط الخلفي اسلام ووجدي واحمد الاحمر كان فرق 4 للترجي، قدر نادي الاخويه انه يرجع تاني في النتيجه. في نقطه مهمه اول برضو ان برضو يعني في الاخويه مش فاهمين احمد الاحمر برضو كويس. احمد الاحمر ما ينفعش يخرج من الملعب، ما ينفعش يهاجم بس. احمد الاحمر خطورته هو بيجري. احمد الاخضر احمر خطورته في الفاست بريك، لازم يدافع في الوينج، لازم يغير عبد الله من الوينج واحمد الاحمر يدافع في الوينج. احمد الاحمر اخر 10 دقائق هو عمل فاستات بريك هو وجدي واسلام حسن كتير جدا، هو لعيب ده لك رد على التشكيله اللي خادتها في اول لقاء لازم قربت له الفارق امام. لازم احمد الاحمر ما يخرجش في الدفاع، لازم يلعب دفاع وهجوم، لان هو بيجري خطورته بيجيب اهداف وهو بيجري مش في الهجوم المنظم. انت خسران احمد الاحمر انه يعمل لك الفاست بريك او يبدا الفاست بريك، عنده اسيست هايل الفاست بريك مع وجدي ومع اسلام هتعمل قوه ضربه كويسه. نادي الترجي بيجري كويس جدا، فاست بريك بتاعه هايل خصوصا الفردي مع الحماس للجماهير. طبعا الجماهير اللي عامل السحر، يعني كل ما الترجي فعلا كل ما الترجي الاخويه ممكن يطلع على الترجي شويه الجماهير قادره ترجع نادي الترجي في المباراه مره ثانيه. قعدت ازر حتى هي خسرانه بفارق كبير. برضه اتفق سيرجي ضيع كثير من الفرص. احنا مو متعاقبين ضد لاعب، ولكن في لاعبين عندك على دكه البدلاء مستواهم افضل وماشي عدل في اللقاء في الشوط، ماشي عدل نقول في الشوط الاول وماشي في المباراه وايده حلوه على المرمى تكلمها بطريقتنا العاميه. صح. ليش سبب تغير تخلي الفريق ينزل دروب ويصعد ينزل ويصعد ينزل ويصعد اخرتها تثبت على تشكيلتك الصحيحه اللي انت تدري انها تشكيله واقعيه تنهي شوطك متقدم بهدف. صح. كنت لازم تنهي الشوط بفارق يمكن 8. ممكن نتكلم فيها بصراحه الحته دي؟ اي ابي الصراحه انا أي نادي بيجيب محترف، اي نادي بيجيب محترف لازم ياكد المحترف دوت كويس، فلازم المحترف يلعب حتى لو هو مش كويس. مو مشكلتي على حساب لاعبين مميزين افضل، هم انت اللي جايبهم. انا بقول لك دي برضه بشوفها ساعات سيستم بيكون موجود في المحترفين. معلش مع الصدمه انا اعقب عليها ممكن النقطه دي. صح، اي مدرب ولا اي مسؤول يجيب مال المحترف لازم ياكد عليه، بس المباراه الاولى اكد انه مش في المستوى الروسي. ما تصرش عليه في المباراه الحاسمه، المباراه اليوم حاسمه على المركز الخامس والسادس، ما عندكش وقت باش تاكد المراكز. اليوم حاسمه كلقاء بين بطلين افريقيين وفيها حسبه ثانيه اللي هي انهم اشقاء وروح التنافس بينهم صار حق شرعي. نتيجه المباراه هي مفيده، ما لعبش ما اصرش على المحترف، ما عادش افكر في المحترف، لان اللاعبين اللي على البنش اكيد يساعدوا، اكيد يساعدوا، ولما يشوفوا ان الروسي ينزل ويقول لك هو مش يأدي لازم احنا يعني تصير رجع نفسي اللاعب اللي دروب نفسي وهذاك وين رجعها. هو النتيجه رجعت لصالح الترجي لما نزل الروسي وخرج وجدي السنان ونقطه الاحمر. انا مساندها على الاخر لانه الاحمر حقيقه حتى في الدفاع يساعد في الدفاع. نعم. وتطليع الكره عنده قراءه اللعب وقراءه سلسة في التمريرات، يعني ما شاء الله عليه ربي يحفظه. معنا صاحبي انت مدرب وكابتن خالد مدرب ايضا في الاتحاد القطري لكرة اليد، فريق لما يمشي خلاص اثبت عليه زين، فريق لما يرد هم انا لازم اخذ له تايم اوت او اقل شيء، افكره ان المباراة مهمة، افكره ان انت فريق تقدر تفوز،
اقل شيء اقل اذا ما عندي تكتيك. احنا عندنا مثل في مصر بالبلدي يعني كذا يعني يقول لك اللي تكسبه العبه. اوكي يعني اللي تكسبه العبه يعني انا بلعب بدفاع معين الدفاع دوت ماشي كسبان بيه ما غروش غير وانا بلعب يعني شنو الخلل اللي صار وغير الدفاع اللي خلى الترجي يقترب. هل قراءه دينيس لتوي بعد التايم اوت بعد التفارق بعد التايم اوت ام ان الاخويا غير او انه قال نظام السته اوت المدرب ياخد تايم اوت وهو خسران 6-6 فرق 6 اجوال بعد 5 دقايق يكون متعادل 7-7 لا يبقى تايم اوت دوت التايم اوت دوت ليه تاثير يقعدك 4-5 دقايق انت ما تسجل ولا هدف ينفرد سيجي وايضا يتالق حارس يعني الحارس مروان برضو مش عايزين برضو يعني مروان عمل مباراه كبيره اي كبيره انا قاعد امدح مروان عمل مباراه كبيره جدا قوية جدا ودي والشوط الثاني الشوط الثاني اللي الحارس بتاع الفريق هيكون موفق او الحارس فريق هيكون نجم في الشوط الثاني هو اللي هيكسب المباراه. تفضل صاحبي سؤال هجاوبك عن النقطة اللي سألتني عليها بس هجاوبك لو أنا كنت مكان المدرب شو بسوي لما مدرب تنيلاتو يعمل تايم أوت أكيد حيحكي على وضع الفريق اللي ألعب أنا كنت فيه أنا أو صايب خلل أكيد. أو قرأ خلل حتى ولو أعرف حتى ولو أعرفه من هني صح صح هو يعني هو درس ال 20 دقيقة ولا 13 دقيقة قبل تايم أوت شنو صار درس الوضع كما هو وعشان يغير فيه أنا كمدرب ممكن هو أكيد هو كما قال المدرب خالد يعني اللي نكسبه ألعبه بس انا اعمل الدفاع ولا اثنين تمويه شو نسوي اني اعمل ضغط على العبد اللي هو ماشي معاه موافقه مع الكره اخرج مثلا وينج اني يلعب ضغط 5-1 تمويهيه دفاعين بس عشان اللاعبين لما يجوا من تايم اوت يكون خليها 6-0 ويجي 5-1 وضغط على حامل الكره ولا هو العبد اللي ولا انيس محمودي يتلفت اول شيء اول رياكشن يعملها اللاعب ارتكاز يتلفت المدرب يقول شو نسوي بعد تايم اوت اعطينا معلومات بس الوضع مش نفسه خليه تشكى ذيك الهجمه ذيك تكسبها وتطلع بيها فاست بريك تايم اوت تكسره ما تخليش المدرب ينجح التايم اوت بتاعه دفاعين بس حتى لو ما مشيتش مره اثنين تمويهية بعد ارجع زي ما كان على ما فيش نبدا مرحله ثانيه نبدا صاحبي انت وكابتن خالد الخطا لاعبين ام كوتشنج فني ام كوتش ام لاعبين برضه دي ما تقدرش برضه مش احنا برضه نجزم بيها اللي تشوف لان احنا ما نعرفش احنا ما نعرفش التعليمات اللي بتتقال للاعب ما في تعليمات انت اللي تشوفها قراءتك الفنيه انت كمدرب قراءه فنيه هل هي تشوفها فنيه دينيس لتوي اعاد الفريق ام عدم قراءه من كابتن ثابت لا هو اللي اخويا يعيبها ان هو ما وصلش للتشكيل الصح لغايه دلوقتي حتى في يعني قراءه فنيه تشكيل صح فنية ما قدر السيد يمكن ما توفق نقول ما توفق في اختياره صحيح كابتن صاحبي صحيح موافق معك بس يعني شوط اول فني بحت فني قلت لك قبل المباراه قلت لك يعني الشوط الاول هو درست كوتشينج ويعني درست فريق منافس والشوط الثاني اكيد اكيد شنو اللي يحتاجه كابتن ثابت خاصة ان الحين الغلبة تعتبر لدينيس لتوي في الشوط الاول هو صار تغيير تكتيكي لثابت محفوظ الكوتش ثابت محفوظ انه لما اخذوا فارق طلع الدفاع شوية على عبد الله وعن اسم محمود طلع اللي هو باتون رواني طلع على 11 و10 متر عمل ضغط وقت رجع خلى النتيجة ما تصعدش يعني هو قريبة يعني ما تغيرش على طول بعد تايم اوت وخسرت 4 جوال بس التغيير اللي غيره انه طلب من رقم 2 على اليمين والسنتر اللي هو باتون رواني انهم يضغطوا على اللاعبين اللي هو عبد الله وانس محمودي وفعلا ضبطوا الكوره وخلوا الكوره يعني تمشي بسرعه القراءه الفنيه كان بس متاخر قراءه فنيه بس متاخر شويه دائما متاخره دائما متاخره شويه صح هذيك جاب بها نتيجه ولكن اكبر مشكله الحين هي الكابتن محمود وش قالها حل في راس المدافع في راس الشايب واخذ مرتين دقيقتين هل شي كمل يشاركوا في الدفاع في الشوط الثاني علم انه يعني قائم بالوجب نتاعه على فرق اثنين على اليسار وحد من خطوره اللاعب مقابله وخاصه انه عندك برتون رواني على اليمين اللي هو ما خلاش انيس محمودي يساوي المباريات اللي سواها من قبل يوم انيس محمودي تقريبا سجل جول واحد انيس محمودي اكيد احسن هداف في الدوره الحين سجل جول واحد وخرج المدرب بعد دقيقه 22 يعني اكيد الفريق لما يكون انه يشوفوا الليدر نتاعهم خرج شويه من التركيز نتاعه ممكن في تاثير نفسي كل واحد بياخذ شويه مسؤوليه يمكن يكون دافع كويس انه اللاعبين يعطيوا الاضافه ويمكن يكون دافع وحش انه يكون تاخير انه الفريق تعود على اللاعب نتاع الليدر نتاعه صار ضيع لاعب الفريق كابتن خالد انت فريق الاخويا راح تدخل الى الشوط الثاني وانت الفريق الاخر او فريق الخصم عند ايقاف لمده دقيقتين اللي هو حمدي عيسى يعني ما اول ما راح تزج فيه نفس تشكيلتك اللي انهيت فيها الشوط الاول هل ثابت محفوظ راح يسوي هذه الطريقه ام انه ما يتبع قاعده اللي تلعب وتسبب فريق الاخويا النهارده لو هيخسر في الهجوم
لان فريق التونسي بيجري، الترجي من يجري فاست بريك كويس جدا. لو قالوا الاحصائيات بتاعتهم جايبين 15 من 20 جول فاست بريك فردي، عنده اشخاص بيجروا فاست بريك كويس قوي. فانت لازم يكون عندك لعيبه في الهجوم بتحافظ على الكوره، ما بتخسرش الكوره، مهاراتهم الفنيه عاليه جدا، وهم دول متحققين عندك في اسلام ووجدي واحمد الاحمر. مش هيخسروا الكوره بسهوله، ما بنخسرش الكوره بسهوله. معهم محمد ابراهيم على الدائره، مش هتخسر الكوره بسهوله، ومدافع كويس. لو انت المثاليه للشوط الثاني، التشكيله اللي هو انهى بيها، اللي هو انهى بيها الشوط الاولاني، اللي هي اسلام وجدي احمد الاحمر، لان انت عندك المصاب الروسي مع حرص ولا هدف، وكل التصوبات اللي شطها كانت في ايد مروان مجازي، بترجع فاست بريك يعني، حتى بيصدها مروان بتنزل قدامه فبيطلع نعم. فاست بريك. فالتشكيل ده، التشكيل ده كويس، تشكيل سريع، هيتعب بيتعب فريق الترجي. نعم خصوصا صاحبك وافقه بس نقول ديما نقول احنا نعطيو التشكيله نتاع الاظهره. بس نحب اليوم نبدا بالمشاركه نتاع حمد مهدي اللي هو صنع الفارق، جاب 4 جوال وساعد في تطلع الكره وقطع الكرتين. مثال حمد مهدي جاهز مهيئ للمنتخب فريقه على مستوى صنع الفارق. حتى عبد الله حافظ اليوم ضيع كره مهمه في اللي خسر الجول، وضيع كره فاست بريك بخطا فني، لكن كان في المستوى في المباراه اللي فاتوا. اليوم حمد مهدي صنع الفارق وجاب 4 كور ورا بعض اللي رجعوا الفريق في المنافسه مع الفريق. انا قصدي اسلام عيد لا ديما عنده هو يقول لك ان انت ذكرت الاظهره. انا كملت اسلام يدخل حمد احمد الاحمر يدخل عبد الله، يعني عندهم المهاره ديت، المهاره دي موجوده. ودور ابراهيم الحين الدايره حيكون مهم كثير. ودور ابراهيم الدايره الاخويا فراس شايب اخذ دقيقتين، الدايره كده حيكون عنده دور مهم. نعم طبعا دخل كلا الفريقين الى صاله، الى ارضيه الصاله. وشوط للامانه يعني احنا ما نعتب، ولكن يعني كانت بيدك كابتن ثابت محفوظ اللقاء 6-1. هذه الكرة يصنع فارق، فريق يقرأ ترد عليه في تحليل فني، ولكن هذا يومك، هذا يومك يا الأخوية. أنت تحتاج، احنا ليس تعذر، ولكن أشجع الأخوية. الترجي فريق رائع، المباراة قاعد نشاهدها حلوة متقاربة المستوى. كابتن علي اليزيدي أكيد قراءة فنية نفس ما قال محللينا، كانت الأفضلية فيها لدينيس لتوي للترجي. نتمنى من القراءة الجهاز الفني إن المباراة هذه خلاص يصلحها، وهو شوط ثاني جهاز أو شوط ثاني فني تدريبي بحت. وبالتوفيق يا محمد، بالتوفيق للأخوية. كل الشكر لك زميلي مشعل شاكر، وللكباتن خالد حسن والكابتن الصحبي بن عزيزة. بالفعل مشعل شوط متقارب في المستوى، أفضلية كانت للأخوية في بداية اللقاء. عاد الترجي بخبرته وبجماهيره الحاضرة في صالة التحيل، واستطاع أن يتعادل ويتفوق، ولكن الأخوية تفوق في الشوط الأول بفارق هدف واحد. نتمنى أن نشاهد شوط مغاير في الشوط الثاني، كل الاحتمالات واردة. الترجي خبرته كبيرة في البطولات المحلية والأفريقية والعالمية. الأخوية في أول مشاركة لا ظهر بشكل ممتاز أعتقد شخصيا، والمركز الخامس إذا حقق سيكون بكل تأكيد إنجاز لهذا النادي الحديث العهد. تصدي وكرة أولى كانت للحارس يوسف عبد الله، حارس مرمى منتخبنا الوطني والغرافة القطرية المعار في هذه البطولة لنادي الأخوية. إسلام حسن برافو، وكرة جميلة بثنائية مصرية عن طريق إسلام حسن واللاعب محمد رمضان إذا يسجل هدف جميل، لقطة جميلة كانت 1-2 بين إسلام حسن ومحمد رمضان اللي يسجل أول أهدافه في اللقاء. 17-15 محاولة للترجي التونسي، مقطوعة بشكل ممتاز للأخوية عن طريق إسلام حسن وجد إسلام. تغيير على مستوى الهجوم والدفاع بالنسبة للأخوية، خروج بيتراند روني ونزول لأحمد الأحمر. إذن التشكيلة المثالية في الهجوم، ليست في اللقاء كما أشار الإخوان في الاستوديو التحليلي. رأي الكابتن خالد حسن بأن وجود أحمد الأحمر في الدفاع والهجوم هو مطلوب في هذا الشوط أو في هذا اللقاء.
إذا أراد المدرب ثابت محفوظ أن يتغلب على أبناء بلده الترجي التونسي. ثابت محفوظ مدرب تونسي لثاني موسم مع الأخوية، أبرز إنجازاته حقق البطولة الآسيوية مع الأخوية في الموسم الماضي. كرة سهلة كانت عند أحمد الأحمر، سريعة للترجي والهدف من خلال فاست بريك لمصلحة الترجي التونسي عن طريق أنيس المحمودي. ثلاث أهداف لهذا اللاعب أنيس المحمودي. انفراد كرة أحمد الأحمر الأخيرة الحوضية سهلة كانت بالنسبة لمروان مقايز. تعود الكرة لمصلحة الأخوية والتقليص يأتي للترجي. ثلاث دقائق من شوط ثاني. إسلام حسن، خداع الأحمر، وجد سنان يبحث عن لاعب الدائرة الأحمر، التمرير والتصويب، ولكن وين إسلام حسن؟ بعيدة عن المرمى التونسي. لاحظ الترجي التونسي والانفرادات، وهذا الفريق الذي يمتاز باللعب الفاست بريك. كرة كانت والتصعيد من الدفاع للهجوم عن طريق نضال العمري. أربع أهداف لنضال العمري، يرتقي بالرجل المعاكسة وتغيير. ولاحظ الجماهير العاشقة التونسية لنادي الترجي. لا تهدأ هذه الجماهير طوال اللقاء. رمية حرة لمصلحة الأخوية على اليسار في التنفيذ عبد الله حافظ، يلعبها وينزل دائرة ثانية عبد الله. إسلام حسن، أحمد الأحمر، مددي والتصويب، ولكن التصدي متابعة كانت من محمد رمضان، لكن تعود مرة أخرى. لاحظ اللعب السريع من الترجي التونسي. صعد الكرة الشريعة والإيقاف يأتي لعبد الله. دخل غير مبرر من عبد الله حافظ. اللاعب أنيس المحمودي، كرة حامد مددي، عبد الله حافظ إذن يخرج للإيقاف لأول مرة. الإيقاف الثاني على نادي الأخوية في هذا اللقاء. رمي 7 أمتار والمتخصص كالعادة أسامة البغانمي. ثلاث أهداف من رميات 7 أمتار لأسامة البغانمي، والهدف الثالث له شخصيا البغانمي. أسامة البغانمي نجم ظهر في 2005 أو في 2010 في بطولة العالم، 2009 في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في تونس. هذا اللاعب أسامة البغانمي شق طريقة للنجومية مع المنتخب التونسي، أصبح من الأعمدة الرئيسية في المنتخب التونسي خلف أنور عياد في هذا المركز، مركز الجناح الأيسر للمنتخب التونسي ونادي الترجي. محاولات إسلام حسن ما زالت، أو هذا وجد إسلام نجم منتخبنا الوطني لكرة اليد. التقدم إذن يعود لمصلحة الترجي التونسي. ثلاث أهداف يسجلها الترجي التونسي، وهدف ثاني لنادي الأخوية والتعادل عن طريق وجد سنان. 5 أهداف لوجد سنان. 18 دقيقة 6 ندخل في الشوط الثاني، والتعادل بين الأخوية والترجي، وهدف جميل للاعب رقم 13 اللي هو علي بحر من الترجي التونسي. ارتقاء ضعها بشكل ذكي في الزاوية البعيدة لمرمى يوسف العبدالله.
لاحظ ثابت محفوظ، محتار ثابت محفوظ، تفكير، نظرة على الملعب، نظرة على الساعة. الحافظ يبدل في الدفاع والهجوم، زاوية بعيدة يلعب من خلالها عبد الله حافظ في مركز الجناح الأيمن. تلعب أحمد الأحمر، إسلام حسن، الأحمر إلى إسلام، محاولات وجد سنان، التصويب والقائم، الكرة تصطدم بالحكم، الحكم جزء من الملعب، استخدمت الكرة فيه ورجعت بقول خاطئ. كل ذكاء من إسلام حسن على حمدي عيسى، واضح على الشاشة حمدي عيسى. قلت سابقا مثل الوكرة القطري هذا اللاعب. زعلان المدرب التونسي، حال الحكم الأرجنتيني، وصافرات الاستهجان من الجمهور التونسي لنادي الترجي الحاضرة في صالة الحيل الرياضية أو في مجمع الاتحاد القطري لكرة اليد. منطقة الحيل هي الصالة التي تتسع لي 7000 متفرج، أحد الصالات التي أقيمت لبطولة العالم 24 التي أقيمت في دوحة الخير في 2015، حصول أفضل إنجاز عربي في بطولات العالم بحصول منتخبنا على المركز الثاني. تمثيل يشير بها أنيس المحمودي للحكم، يقول اللاعب هوليود، هذه الإشارة تعني هوليود، التمثيل في كرة اليد على الحكم. لكن ما شفناها في الإعادة، ترجع الكرة 19 للترجي 18 للأخوية القطري، 8 دقائق لعب من شوط ثاني، وعودة للاعب الروسي سيرجيو زيتك. صر ثابت محفوظ أن يشرك هذا اللاعب. محمد رمضان نجم الأهلي المصري سجل من مركز الدائرة ثاني أهدافه، والتعادل يعود للأخوية. مدرب زعلان، عادل تميسكي، ترجع الكرة التونسية لنادي الترجي. أسامة البغانمي، العمري، بلال العبديلي، أداء ممتاز من هذا اللاعب، رائع هذا اللاعب، تناسق، اختراقات، ذكاء، وهدف جميل يسجله بلال العبديلي النجم الشاب في تشكيلة الترجي التونسي في هذه البطولة. عادة ما كنا نشاهد كمال العلويني كمنسق وصانع ألعاب للترجي، خطأ للنجم المصري أو على النجم المصري أحمد الأحمر، تمريرة للجناح والبغالمي، ويضع كرة جميلة أسامة البغالمي من زاوية ضيقة، سجل من خلال هذا اللاعب التونسي. لاحظ الارتقاء الجميل لفتح اليد بهذا الشكل الصحيح للاعب الجناح، لاعب جناح متناسق ذكي جدا هذا اللاعب أسامة البغالمي، أحد أبرز الأجنحة في الوطن العربي في الفترة الحالية. رد من عبد الله حافظ يقول له أنا بعد موجود وحاضر، وهدف أول لعبد الله حافظ من مركز الجناح يسجله على مرمى مروان مقايز. إسلام حسن، سلامات للاعب المصري إسلام حسن اللي يخرج من الملعب. نزول مرة أخرى قلت للاعب الروسي سيرجي زيتك، أيضا بيتراندوني، شوف لا دفاع ولا هجوم هذا اللاعب الروسي، لا دفاع ولا هجوم،
العمري ويوسف المعلم. كرة سهلة كانت على يوسف العبد الله وليس يوسف المعلم. يوسف المعلم اشترك في بداية الشوط الأول ثم ثابت محفوظ أشرك يوسف العبد. أربع خطوات احتسبها الطاقم الأرجنتيني على واحد اثنين ثلاثة. فيها شد فيها ضرب فيها أشياء وايد. هذه اللقطة من اللاعب أسامة الجزيري وحسبها عكسية على وجدي سنة. هدف لمصلحة الترجي عن طريق أنيس المحمودي. أربع أهداف في مجهود فردي من أنيس المحمودي. يتقدم الترجي التونسي بفارق هدفين 22-20. حامد مددي زعلان. النقطة الماضية شاهدنا الطاقم الأسباني في لقاء فوكس برلين الألماني والسد القطري. واضحة كثيرة بالنسبة للأطقم المتواجدة في هذه البطولة ومن الأخطاء البدائية لحكام دوليين بمستوى عالي يحضرون بطولة العالم للأندية. هانز لينبرغ الجناح الألماني أو الدنماركي للفريق الألماني شاهدناه في لقاء السد وفخت برلين النصف النهائي. ثلاث أهداف تسجل رغم نزول هذا اللاعب كل تأكيد سنشاهد في لقاء اليوم. لقاء حماسي ومثير سيكون في نهائي أوروبي كبير صراع على لقب هذه النسخة. هدف برافو عن طريق حمد مددي. خمس أهداف لحمد مددي في لقاء اليوم. قلص الفارق من انفراد على مرمى مروان مقايز. اثنين وعشرين واحد وعشرين 13 دقيقة لعب من الشوط الثاني والصراع على المركز الخامس في هذه البطولة. المركز السابع أتى لتوبات البرازيلي بفوز على سيدني متذيل البطولات ومشاركات خمس لسيدني الإسترالي بأفضل إنجاز له كان ل 2015 عندما صعد في الدور نصف النهائي خسر من فيزبريم المجري. هو سيدني الإسترالي دائما يشارك في هذه البطولة. اتاح الاتحاد الدولي لفريق آخر أن يشارك ببطاقة دعوة ربما كان مستوى هذه البطولة أفضل مما نشاهده كل تأكيد بحضور لسيدني الأسترالي. الحضور الضعيف في الخمس بطولات. وقت مستقطع وهدف جميل سجله عبد الله حافظ من انفراد على مرمى الترجي والهدف 22 والوقت المستقطع الثاني للترجي التونسي في الدقيقة 14 بعد ما كان متقدم بفارق هدف. نستمع لتوجيهات مدرب الترجي التونسي. الوقت المستقطع الثاني للترجي التونسي ينتهي في الدقيقة 14
الترجي طلب في الشوط الأول وقت مستقطع أول كان في الدقيقة 9، الآن هو الوقت المستقطع الثاني دقيقة 14 من الشوط الثاني. الأخوية أيضا طلب في الشوط أول كان في الدقيقة 14 كرة وهدف لمصلحة الترجي عن طريق أنيس المحمودي. 5 أهداف لأنيس المحمودي الأنشط والأبرز في الترجي التونسي. 4 أهداف لبلال العبديلي، 5 لأنيس المحمودي ونضال العمري، 4 أسامة البغنمي، 4 أهداف وعلي بحر 3 أهداف وحمدي عيسى هدف. هدف الأخوة القطري ووجد سنان حمد مددي كل منهم 6 أهداف. تلعب لهذا اللاعب الروسي سيرجيو، حاول وخطأ ورمية حرة بصافرة أرجنتينية تدير هذا اللقاء. أخطاء عديدة من هذا الطاقم الأرجنتيني أو هفوات ليست أخطاء. ترجع كرة تصدي مرة أخرى لمصلحة الأخوية. شوف تمركز حكم المرمى، مركز حكم المرمى يدخل داخل منطقة 6 أمتار. هدف جميل لوجد سنان، برافو وجد سنان. 7 أهداف لوجد سنان في لقاء اليوم حتى الآن، والتعادل ما زال 23-23. شوط جميل، الشوط الثاني متعادل بالنتيجة. يرجع لمصلحة الترجي التونسي، نزول ليوسف بن علي والتصدي برافو من يوسف عبد الله في اللقطة الماضية، سريعة تعود لمصلحة الأخوية. عبد الله حافظ، أحمد الأحمر إلى الزيدي، وجد سنان برافو، حلوة حلوة حلوة، ومحمد رمضان لو مكملها بهدف. الله عليك يا رمضان لو مكملها بهدف. جميلة الكرة الماضية والتمريرة الذكية اللي كانت من وجد سنان، سريعة لجلوس، برافو يوسف العبد الله، مصدي ممتاز من يوسف العبد الله، كل فدائية وحماس من يوسف العبد الله. رمية جانبية تحتسب للترجي التونسي. اللعب الرمية الحرة، خطأ احتسب لنادي الترجي. يوسف بن علي قلب الفريق النابض، دخول رمية 7 أمتار. التدخل كان فيه نوع من التهور على محمد رمضان. محمد رمضان أضاع فرصة محققة وهدف كان لو سجل في اللقطة الماضية. قفل الوقت لهذا الطاقم الأرجنتيني. أسامة البغاني إذن 4 أهداف من رميات جزاء لمصلحة الترجي التونسي. ينجح من خلالها أسامة البغاني من تسجيل 5 أهدافه، هدف وحيد عن طريق الجناح وأربعة من رميات 7 أمتار. مصلحة الترجي التونسي سجلها هذا اللاعب أسامة البغاني. أحمد الأحمر، أنسى التشكيلة، هي إسلام حسن كصانع العاب، وجد سنان كظهير أيسر، ليس بتواجد هذا اللاعب الروسي لنادي الأخوية. الأحمر تصويب ويسجل أحمد الأحمر، الله يا أحمر، 3 أهداف لأحمد الأحمر، هداف تاريخي أحمد الأحمر أينما حضر وحل هذا اللاعب المصري. قلت 5 مشاركات لأحمد الأحمر في بطولة العالم للأندية السوبر جلوب مع عدة أندية مصرية وقطرية، مثل الزمالك في أعوام 2010 و11 و12
بطولة العالم، وفي 2013 و2014 على التوالي مع الجيش القطري، ثم خاض فترة احتراف قصيرة في الدوري الألماني، ثم عاد للزمالك المصري. منبع هذا اللعب شارع لبلال العبديلي، هدف سهل يسجله بلال العبديلي من ثغرة كبيرة في دفاعات منتصف نادي الأخوية، وعدم التفاهم أيضا من هذا اللاعب، لا تغطية دفاعية ولا فعالية هجومية بالنسبة لسيرجي زيدك. اللعب أحمد الأحمر، 25 للترجي، وماذا تفعل يا سيرجي زيدك؟ وماذا تنتظر يا ثابت يا محفوظ؟ تعود الكرة لمصلحة الترجي. الأنشط والأبرز في هذا الشوط الثاني، محاولة لبلال العبديلي، أبرز لاعب في اللقاء إلى الآن، خطأ على بلال العبديلي، وترجع الكرة لمصلحة نادي الأخوية عند عبد الله حافظ. أحمد الأحمر يحاول إلى سيرجي زيدك، سيرجي، كرة لمحمد رمضان، وإذا هذه مش رمية 7 أمتار شنهي هذا؟ هذه 7 ودقيقتين بعد. ضربة واضحة كانت من حمدي عيسى، تدخل على محمد رمضان في اللقطة الماضية. تلعب الكرة لمصلحة الأخوية، والبحث عن هدف التعادل في الدقيقة 22. كرة عند أحمد الأحمر، ترجع أحمد الأحمر، وجدي سنان، وجدي إلى أحمد الأحمر، كرة حوضية قوية جميلة من أحمد الأحمر، برافو أحمد الأحمر، شوفها شوفها لعباته لعباته الأحمر، عيني عليك، ملك ملك الحوضية، ملك الكرات الحوضية أحمد الأحمر. 4 أهداف بهدف جميل سجل عن طريق أحمد الأحمر. 25-25، هنا نزول ليوسف بن علي على مركز الدائرة، وبلال العبديلي، بلال محاولة مقطوعة بشكل ممتاز من حمد مددي، يلا يا حمد، حمد مددي، وهدف جميل حمد مددي، إذن يخطف لكرة جميلة ويسجل منها هدف سادس له شخصي. لاحظ هذه الكرة اللي قطعها حمد مددي، انفرد فيها على مرمى الترجي التونسي، يسجل الهدف 26، برافو حمد مددي، والذكاء حمد يرتقي ويضعها في مرمى مروان مقايز. يرجع الكرة لمصلحة الترجي، التقدم يعود للأخوية ونضال العمري، رمية حرة لمصلحة الترجي التونسي، تصويبة نضال العمر اللي كان يطالب قف لمدة دقيقتين. جماهير كبيرة حاضرة، الوقت المستقطع الثالث والأخير، والورقة يرميها المدرب التونسي بالنسبة للترجي مبكرا في الدقيقة 23 من زمن الشوط الثاني. Regardez, fixez. Okay. Allez. Allez, allez, allez.
ينتهي الوقت المستقطع الثالث والأخير. مصلحة الترجي التونسي محاولة كانت ومقطوعة بشكل ممتاز من حمد مددي. يلا يا خالد يا إيفن. يا خالد يا إيفن كرة سهلة يا خالد يا هاشمي. خالد إيفن الهاشمي إذن ينزل وضيع له كرة مهمة ترجع مرة ثانية للترجي ويوسف العبدالله. وهنا وائل جلوس أو هذا عفوا طارق جلوس شقيق وائل جلوس. هدف مهم لو سجل بالنسبة للأخوية كان من خلال خالد إيفن الهاشمي. انفراد صريح على مرمى الترجي. مرد من طارق جلوس سجل أول أهدافه في اللقاء وهدف التعادل. هدف مهم للترجي التونسي في الدقيقة 24. ترجع الكرة قطرية لنادي الأخوية عند الروسي إلى وجدي سنان. وجدي رمية حرة أو وقت مستقطع. بالفعل وقت مستقطع يطلبه مدرب نادي الأخوية ثابت محفوظ. دقيقة 24 و32 ثانية حتى لا تضيع الورقة الثانية في الوقت المستقطع قبل الدقيقة 25. خالد إيفن لو سجلت لكان فارق هدفين لمصلحة نادي الأخوية ولكن أضاعها خالد إيفن وعادت بهدف للترجي التونسي وهو هدف التعادل عن طريق طارق جلوس. ينتهي إذن الوقت المستقطع الثاني لمصلحة نادي الأخوية في الدقيقة 24. ضاعت الكرة الماضية بشكل غريب من لاعبين نادي الأخوية. استغراب وعلامات تعجب على الطاقم الأرجنتيني من المدرب ثابت محفوظ. ترجع الكرة التونسية عند المحمودي. نضال العمري يحاول الترجي النضال التمرير إلى بلال. بلال قلنا لك طلعة يا ثابت يا محفوظ. هذا لا فالح في الدفاع ولا فالح في الهجوم. لاعب محترف الدافع بهذا الشكل في دقائق حرجة. شوف العجب نعيش ونشوف مثل ما يقولون. دفاع غير مبرر من هذا اللاعب الروسي. طريقة غريبة دافع فيها على اللاعب بلال العبديلي. بالتالي يخسر نادي الأخوية لاعب لمدة دقيقتين في دقائق حرجة. محاولة والتمرير لحمدي عيسى
خطا ورمية حرة لمصنعة الترجي التونسي 26-26. دفاع جيد كان من وجدي سنان في اللقطة الماضية. تعود الكرة بلال العبديلي العلويني أو هذا المحمودي العبديلي والتصدي برافو من يوسف العبدالله، ولكن ما في أي متابعة من دفاعات نادي الأخوية. شوف يتحسر على الكرة اللي تصدى لها يوسف العبدالله، من حقه كرة في وقت صعب يتصدى لها يوسف العبدالله. تعود الكرة للترجي، ما زالت بلال المحمودي، كرة عدت وطالت جانبية، ما زالت للترجي. وقت سلبي يا عزيزي الحكم، مقطوعة من حمد مددي، دفاع متماسك والوقت السلبي الآن لم يرفع من الطاقم الأرجنتيني. زين صحح، زين ارفع وقت سلبي، رفع الوقت السلبي. أخيرا تلعب نضال العمري، صوب كالمعتاد، كرة حوضية ولكن خارج الملعب، خارج الملعب كانت من نضال العمري. كرة نضال قوية حوضية مباغتة ولكن عدت على خير يا يوسف يا عبدالله، يوسف بدر العبدالله. هنا رجوع لإسلام حسن والتشكيل الأمثل ربما لو كانت في بداية الشوط الثاني هي إسلام حسن ووجد سنان وأحمد الأحمر، ليس اللاعب السوري. سريعة مقطوعة لأسامة البغانمي وينجح أسامة البغانمي، ينجح أسامة البغانمي من تسجيل هدف مهم لمصلحة الترجي التونسي. من انفراد بهذا الشكل يضعها كل خبرته أسامة البغانمي، يشعل فيها مدرجات صالة التحيل الرياضية. 27-26، 28 دقيقة لعب، آخر دقيقتين. حمد مددي ينزل دائرة ثاني، وجد سنان رمية حرة، وشاهد ماذا يفعل هذا الجمهور التونسي لنادي الترجي في صالة التحيل الرياضية. أتمنى أن نشاهد هذا الجمهور حاضر حتى نهاية اللقاء الأخير، راح يجمع فوخس برلين الألماني وباريس سان جيرمان. يضفي بكل تأكيد نكهة جميلة الجمهور التونسي في اللقاء الأخير. عبد الله حافظ، سهلة واستعجل فيها عبد الله حافظ، كان عندك 6 تمريرات يا عبد الله. وائل أو طارق جلوس، شقيق وائل جلوس، شبيه وائل جلوس وشقيقه طارق جلوس، إذن يسجل هدف آخر، والهدف 28 والفارق يزداد إلى هدفين في هذه الدقائق. كورة صعبة كانت لهذا اللاعب الشاب، أيضا صعبة على يوسف بدر. هدف مهم سجله طارق جلوس. وقت مستقطع ثالث وأخير للمدرب ثابت محفوظ في هذه الدقائق الأخيرة. آخر وقت مستقطع في اللقاء لمصلحة نادي الأخوية في الدقيقة الأخيرة. كرة وما زال الترجي متقدم بفارق هدفين 28-26. أحمد الأحمر يعود مرة أخرى اللاعب الروسي. إيقاف
دقيقتين على اللاعب التونسي أنيس المحمودي. إيقاف دقيقتين. ما عطى دقيقتين. ما عطى دقيقتين. ضربة واضحة كانت على الوجه. دقيقتين على أسامة البوغانمي والتدخل بالرجل من أسامة البوغانمي لقطع الكرة الماضية. كانت الأولى دقيقتين من المفترض على أنيس المحمودي لكن ما احتسبها الحكم الأرجنتيني. سريعة بدأ يطلع نص دقيقة والترجي. التدخل كان من حمدي عيسى على وجد سنان. نوع من التهور من هذا اللاعب حمدي عيسى على وجد سنان. أربع لاعبين مدافعين من الترجي التونسي. نصف دقيقة والفارق هدفين. هل يفعلها نادي الأخوية ويتعادل؟ صعبة شوي لكن ما في شيء صعب في كرة اليد. سجل هدفين ممكن. محاولة وجدي دخل الجناح حمد مددي. هدف لحمد مددي عن طريق الجناح. إذن والهدف السابع لحمد مددي. مان تو مان بكل تأكيد من منتصف الملعب راح يكون لنادي الأخوية. بالفعل مان تو مان. جلوف إلى العمري فقط من مدافعين نادي الأخوية على نادي الترجي. خالد ايفن حذاري يا خالد يائي. لا مالك اي حد انك تقومه. ممكن حكم وقف لك خلاص. اربع ثواني اعتقد خلاص تصعب على نادي الاخوية. و اربع ثواني والكرة لمصلحة الترجي. كل تأكيد سهلة على فريق أو نادي مثل الترجي التونسي أن يحتفظ بالكرة لمدة أربع ثواني وتضمن له المركز الخامس. سهلة إذن وبهذا الشكل ينهيها بلال العبديلي بكرة وهدف فارق لمصلحة الترجي. 28 إذن للترجي التونسي مقابل 27 لنادي الأخوية. مبروك للترجي حصوله على المركز الخامس. حظ أوفر للأخوية في البطولات القادمة ومشاركة أولى يحرز من خلالها نادي الأخوية المركز السادس. كان معكم محدثكم علي اليزيدي. أنتقل بالصوت والصورة لزميلي مشعل شاكر وضيوف الكرام. هارد لك أخوية. مبروك الترجي. 25 27 28 بفارق هدف. المركز الخامس للترجي والمركز السادس للأخوية. مركز الأمانة في أول مشاركة الأخوية. ظهر بمستوى جيد. الجمهور التونسي يولع مدرجات صالة دحيل ونشاهد هنا التشجيع هنا يعني التصفيق. هو كان سبب رئيسي اليوم الترجي. كابتن خالد لم يلعب بسبع لاعبين وإنما لعب نقول بثمانية في تزوير مع الجمهور. لا لا بصراحة النهاردة الترجي النهاردة بصراحة استمتعنا بالمباراة. أنا من وجهة نظري أحسن مباراة لعبت لغاية الوقت في البطولة. جمهور الترجي عمل جو جميل جدا في المباراة دي. في المباراة زود الإثارة فيها زود الحماس مش للترجي بس حتى لعيبة الأخوية برضو. انا بهني الفريقين بصراحه على المستوى اللي ظهروا بيه في البطوله ديت. مستوى رائع. النهارده حراس المرمى مروان نجازي ويوسف بدر كانوا على اعلى مستوى النهارده فعلا الاثنين مش واحد بس يعني في المباراه. كان نفسي برده كان هتفرق كتير جدا مع فريق الاخويا لو احمد الاحمر كان استمر في الدفاع في الجري. لان الشوط الثاني احمد الاحمر كان بيغير من الباك البعيد
لو انت اتفرجت عليها مشهد كان بيغير من الباك البعيد بيجي من بعيد جدا في التغيير ده بياخد مجهود مع فريق زي الترجي بيعمل ثرو اوف او بيسنتر بسرعه او بيجري فاست بريك ما ينفعش انا اغير من بعيد جدا من بعيد حتى في بدايه الشوط الثاني دخل اكتر من جون بالجري بتاع فريق الترجي بسبب ان احمد الاحمر بيغير ولعب الدفاع كان بينزل متاخر. نعم طبعا صاحبي قبل لا انتقل لك ابي اخذ مراسلنا محمد السعدي الاجواء عندك والله الامانه من اجمل اللقاءات اللي تابعناها في هذه البطوله بين الشقيقين الاخوين العربيين الترجي التونسي والخويه اكيد القطري يعني نتيجه رائعه لكلا الفريقين ولكن هنا الفنيات كرتين هذا جمالها. نعم يا مشعل مبارك للترجي التونسي على فوزه بالمركز الخامس، صحيح ان هذه المباراه من اروع مباريات البطوله ولا جانبي من اروع لاعبي فريق الاخويه الكابتن احمد الاحمر. اول شيء يا كابتن هارد لكم، ابدعت في مباراه اليوم، قدمت اداء كبير، اطلق عليها البعض هذا النهائي، النهائي الحقيقي، ودلي نتيجه المباراه. كيف تصف لنا اجواء هذه المباراه والمركز اللي حققته فيها والمشاركه؟ والله هو الماتش اكيد ماتش كان مش سهل خالص، فريق الترجي فريق بطل افريقيا او بطل السوبر الافريقي والمفروض برضو نادي الاخويه بطل اسيا، يمكن نادي الاخويه شويه كان في صعوبات ان الناس اتجمعت في فتره قريبه قوي قبل البطوله وما فيش برضو انت فاهم كره اليد لعبه جماعيه محتاجه الناس تكون مع بعض اكتر عشان تقدر تبقى في انسجام ويبقى في تفاهم، لكن في ظل الكلام دوت كله انت اديت اداء كويس مش وحش ولحد اخر مباراه النهارده انت بتلعب فريق كبير زي نادي الترجي المباراه بتخلص في اخر الوقت. فانا عن نفسي انا بشكر اللعيبه وبشكر الجهاز الفني وبشكر الاداره ان فعلا المنظر كان حلو وحاجه كويسه فعلا. شنو هي التفاصيل اللي ضيعت المباراه على اخويا؟ اكيد في اخطاء دفاعيه، تشوف في شيء يعني ما شفناه احنا كجماهير كونك كلاعب، شو السبب في خساره الاخويا المباراه هذه؟ لا ما كانش في توفيق وزي ما حكيت لك هو الموضوع برضو ان انت فريق جماعي المفروض ان يبقى في انسجام اكتر من كده، لكن الناس يعني بدات تبقى الفريق كامل قبل البطوله بيومين فده برضو مش سهل خالص. يمكن احنا في المنتخبات وفي النوادي الطبيعي انت فاهم ان الطبيعي ان انت بتقعد فتره، يعني فريق الترجي مثلا بيلعب مع بعض بقاله سنتين وزاد عليه لعيب او اثنين السنه دي ففريق في انسجام وفي تفاهم الناس فاهمه بعضيها، بعكس مثلا نادي الاخويا ادى اداء كويس جدا وعمل ماتشات حلوه جدا ودوت في ظل ظروف زي ما بحكي لك صعبه ان انت بتيجي قبل البطوله بيومين الناس كلها بتبقى موجوده. كل التوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك يعطيك العافيه. طبعا مشعل كابتن احمد الاحمر صراحه ابدع في مباراه اليوم، شوف الجماهير التونسيه احتفاليه تحس ان هذه المباراه نهائيه فعلا، يشكرون الفريقين على الاداء اللي قدموه في هذه المواجهه ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق في المشاركات الجايه. عندك يا مشعل. شكرا يا محمد واكيد الحماس قاعد يرتفع هني على الخامس والسادس، اللقاء القادم الرابع والثالث اكيد ايضا لقاء اصعب، ولكن كابتن صاحبي كلام احمد واضح يعني قال قبلها بيومين اجتمعنا وصحيح لعبه جماعيه بهالمستوى يظهر فيه الاخوية نرفع له القبعه، يعني انا ما عندي قبعه ارفع له العقال ان شاء الله. عقال كنا النقطه اللي حكينا فيها اول مباراه الاخوية وقتهم يعني جو يومين قبل يومين الاحمر الانسجام صعب، قلنا الاحمر كله هو قطري الاحمر يتاقلم مع اي فريق اداهم العيب على هالمستوى بس صحيح. بس مع طول منافسات ومع حده المنافسين امامك النقطه الجزئيات هما يفرقوا، هذا الكابتن الاحمر هو اللي قال اشار له قال لك الانسجام اهم مهم كثير في الوقت الموني تايم في لحظه مهمه في تمريره قدام ورا هذيك هي اللي تختلف، ولكن اليوم ظهر الترجي نهنيوه بلال عبد اللي حقيقه لما انيس محمودي ولا بوغاني ما كانش اليوم نفس الفورمة اللي قبل لطفي العبدلي اليوم شال الفريق وكأنه يعني عنده 10 سنين في الفريق الأول، نهني الترجي هذه ولكن الترجي عليه مراجعة نفسه في الدفاع لأنه الإقصاءات دقيقتين شيء معناها مهول، معناها عنده أقل شيء في كل مباراة 7-6 دقيقتين إقصاءات لازم يكملوا شغل في الدفاع، والأخوية نهنيهم على الفورمة اليوم على الدفاع كما قلت أشرت قبل المقابلة يعني كرة اليد الحديثة هي دفاع وحارس، يوسف البدر اليوم بدأ الدفاع اليوم ما تحس أن دخوله متأخر؟ يوسف بدر كان لازم يدخل مبكر شوي. انا كنت وقعته يبدا هو مباراه اصل كنت شفت الاحصائيات يعني 48 و16 يوسف معلم الاثنين كويسين الاثنين عندهم قيمه اثنين لهم خبرات بس الارقام هي عندها اهميه في بدايه المباراه، يعني لما الحارس يكون عنده 48 يعني تبدا به هو احسن لنفسيته.
نعم. بس بعد قدر الله ما شاء وفعل العبرة بالنهاية يعني اليوم تمتع الجمهور متعنا جمهور ترجي يعني بتشجيع الفريق مهما كان فايز ولا خاسر كانت اليوم متعة حقيقة. كابتن ثابت أظن أدى علامة كاملة جميلة في الشوط الثاني. احنا أكيد ما نقدر نسأله مثلا أحمر أو ما أحمر ولكن هي ظروف المباراة وأدى مباراة رائعة هو وفريقه. لا مباراة رائعة ويستحق من المراكز الخامسة. خامس سادس والخامس سادس يعني اعتبر الفريقين يعتبروا خامس بالمجهود اللي هم عملوه وبنشكرهم في يوم الختامي ان هم ادوا لنا مباراة زي ديت. يعني الناس كلها تستنى السيمي فاينل قصدي نعم. الفاينل والثالث والرابع لا المباراة النهارده ديت اعتقد في نفس مستوى الثالث والرابع والفاينل نعم. فيعتبر نجاح النهارده ان شاء الله بالمباراة ديت للبطولة نعم. طبعا هنا تحديد المراكز الثامن لجامعة سيدني وتوباتي البرازيلي في السابع والسادس للأخوية والخامس للترجي التونسي. كابتن خالد حسن أنا أشكرك على تشريفك في هذا الاستديو خلال فترة خلال البطولة أيضا الصحبي شكرا لك يا صديقي مشكور مشكورين صراحة تشرفت وكان الأشرف نلقاكم إن شاء الله في استديوهات أخرى مشكورين ولمحللنا خالد حسن والصحبي صحبي بن عزيزة. مشاهدينا نذهب إلى فاصل انتهينا من الأربعة نقول القسم التحتي أو القسم المتأخر من الخامس إلى المركز الثامن وبقية تحديد المراكز الأصعب. المباراة القادمة الزعيم السداوي إن شاء الله على المنافسة في المركز الثالث والرابع. نذهب إلى فاصل ونعود إليكم.